وانضم الينا اللواء عادل العمده مستشار اكاديميه ناصر العليا للدراسات وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. سياده اللواء كل عام وحضرتك بالف خير. يعني في البدايه ابرز المعاني التي حفرها نصر اكتوبر في وجدان الشعب المصري والعربي. الاول كل سنه والامه العربيه بخير. حضرتك بخير. طبعا من هذا المجلس الذي يتم الاحتفال بذكرى ال 50 لانتصارات اكتوبر والانتصارات ليست معركه اكتوبر، لانتصارات اكتوبر اللي بالفعل ما تحقق انا اعجاب. ورسائل كثيره جدا تاتي في هذا اليوم تحديدا، الا وهو اعلاء قيم الوفاء والنبل والارتقاء بالذات والسمو النفس اللي استشعرناه كلنا في الاحتفاليه اللي اتنظمت منذ قليل، انتهت منذ قليل، عندما تقدم الدروع وتقدم نتذكر جميع الابطال او كل من شارك وساهم في هذه الملحمه البطوليه التي تعد من اعظم الملاحم التي ذكرتها الجنود العسكريه العالميه بكونها الدوله الوحيده او الجيش الوحيد الذي احدث الفارق في مبادئ الحرب بما يسمى المفاجاه، كان الجيش المصري وجدت المفاجاه في مكافحه مبادئ الحرب الحديثه. اذا هذا المشهد وهذا المنحى وهذا الاتجاه الذي نعيشه يدل على ان مصر الحمد لله من خلال ابطال بكل المقاييس بكل المجالات، ليست القوات المسلحه فقط ولكن الشعب المصري ومن ولد بكل فئات واطياف، كل من تحدى التحدي القومي الذي جرى في كل مؤسسات الدوله بالكامل، لا توصل الف ولا توصل المعركه، النصر او الشهاده. هذا هي العقيده وهذا هو الوفاء وهذا هو صحيح سيادة اللواء. يعني السيد الرئيس في كلمته تحدث عن قدرة الجيش المصري على استعادة سيناء من الاحتلال وأيضا البطولات التي تمت خلال العشر سنوات الماضية وتطهير سيناء من الإرهاب، كيف يمكن الاستفادة من معاني النصر في الوقت الحالي؟ أولا لا مستحيل بالنسبة للشعب المصري، ما فيش حاجة اسمها مستحيل للقوات المسلحة المصرية، صحيح حاجة اسمها مستحيل للمواطن المصري، للفرد المصري، لكل أي شيء ينتمي لجمهورية مصر العربية ليس هناك مستحيل. الدليل ما حدث في 73، ما حدث في بس ما سال ذلك من الأحداث البطولية، احنا ما يعني بعد الحرب تأثرت الملاحم التي أحدثتها هذه المعركة من قبل القوات وملحمة كبير وملحمة الأغراض ومنحمة تطوير الوجود ومنحمة استعادة الأرض بالكلام السلام ومنحمة التحدي الأكبر للتسلسل في التنمية ومن بينهما القضاء على الإرهاب، كل هذه ملاحم أدارتها العسكرية المصرية وأدارتها الدولة المصرية وأدارتها وأدارها الجيش المصري والشعب المصري متلاحمان، النتيجة هي أن مصر ما زالت باقية رغم كل الصعاب كل التحديات التي كانت تقابلها. يعني الدور اللي أدت في أفضلية القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب يدرس ويذكر اصبحت استراتيجيه تغنيتها الامم المتحده في 2016 واصبحت وثيقه رسميه تعمم على كل العالم لمدى التاريخ الاستراتيجيه قدمتها في ثلاث محاور لجمهوريه مصر العربيه، المحور الامني والمحور الفكري والمحور التنموي اللي استغل عليه الدول المصريه وحضرتك حضرتك من خلال السواد الثلاثه. الثابت الاول هو خطه المستقبل بتاعت 3/7 اضافه للدستور المصري 2014، ضيف على ذلك يعني رؤيه مصر 2030 في اطار التنميه المستدامه المرتبطه بالامم المتحده. صحيح. ونهيك عام 2063 مع افريقيا. هناك سواد في الاسس والمبادئ تعاملت مع الدوله المصريه لكي تحقق الاهداف، رصدت اهداف وساعدت على تحقيقها. دي استراتيجيتها صحيح في الفتره الحاليه للمداول والتقديم وهو الحفاظ على الامن القومي. صحيح. يعني هو ما اكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بان مصر الان تتحرك نحو بناء القوه الشامله الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه ومختلف القوى. كيف يمكن تعزيز ادراك ووعي الشباب بتاريخ الانتصارات والخروج الى النصر من رحم الهزيمه؟ شوف، اولا هو القوى الشامله متعدده ومتعامل معها بقوة ملموسة وقوة غير ملموسة، لازم نتعرف عليهم على الشعب، والشباب يدرك تماما ماهية القوة. القوة مش كلمة وخلاص، القوة بالعكس هو عبارة عن كتلة حيوية، يعني شعب وأرض، الجزء الأولاني، الجزء الثاني قدرة عسكرية، القدرات الملموسة اللي بنكلمك عليها، القدرة الثانية هي القوات المسلحة والقدرة العسكرية، القدرة الثالثة هي القدرة الاقتصادية، دول الثلاثة ملموسين ومعلومين، دول خمس قدرات غير ملموسة. بتتجمع مع بعض تقسم على العدد بتاعهم الخمسه عشان نقدر نقول قد ايه هذا القدر الناسي او يتعامل مع او كوزن نسبي يديني قد ايه.
القدرات الغير ملموسه القدره الدبلوماسيه نمره واحد، القدره السياسيه الخارجيه ودي قدرات غير ملموسه يعني تتمثل بعدم يعني هو نعمه تعتبر يعني الدبلوماسيه ثم القدره السياسيه اللي هي النظام السياسي بتاع الدوله والمستويات والدستور ونظام السياسي بحد ذاته الداخلي الذي يدير الدوله ويحقق العلاقات وينظم العلاقه بين الشعب بعضه البعض، ثم القدره التكنولوجيه، القدره المعلوماتيه، القدره المعنويه. وهنا نقدر نقول ان هذه الخمس قدرات تعتبر قدرات غير ملموسه او غير محسوسه، ولكن هي الرهان اللي بتمثل في الاخر اراده شعب، الاراده دي مضروبه في القدره الملموسه تحقق النصر، لو الاراده صفر كل ما قدرتك في البدايه مقدرات قدرات ملموسه تساوي صفر، عشان كده الاهتمام بالقدرات الملموسه والقدرات الغير ملموسه واللي لعب عليها العدو فترات ما بعد 73 اللي هي الجزء المكون الثاني من الذات اللي هو الجزء المعنوي ده بيلعب عليه ويحاول ياثر فينا من خلال الشائعات والحروب النفسيه والاختراق الفكري وتشويه الرموز والغزو الفكري والثقافي والحروب الفكري الرابع والعمليات النفسيه الممنهجه، كل هذا الكلام اتى في بدايه يحاول ان ياتي ولكن في اطار معركه الوعي صحيح قدرنا نجادل وقدرنا نحقق المستحيل في هذا السياق. ودائما ما يتم الرهان على وعي الشعب والشباب المصري وهو الرهان الكسبان دائما. يعني برضو رسائل هامه تحدث عنها السيد الرئيس باننا استعدنا سيناء بثمن مرتفع باهظ والان تتم عمليات تنميه خلال السنوات الماضيه ومستمره، تم ضخ مليارات الجنيهات لتنميه سيناء. يعني كيف ترى عملية التنمية في سيناء وأهمية هذه العملية في مختلف ربوع مصر بأن عملية التنمية لا تقل جهدا ولا لا تبعد عن مسألة الحرب؟ شوف حضرتك، أولا اتفقنا في البداية أن هو مصر على وضع استراتيجية من ثلاث محاور لخدمات الأمم المتحدة، قلت لك كانت بتستخدمها وأنها تنمية، الثانية فكرية، الثالثة تنموية. ما التنموية دي بتتكلم بتجاوبها دلوقتي لان المتحدث بيتناول المتحدث عليها دلوقتي، احنا نتحدث 700 مليار بدات الاول بال 10 مليار تخدم، وتتذكر التاريخ وسام عصر عندما كان يقود القياده المشتركه شرق القناه او قوات شرق القناه وكان معاه 10 مليار جنيه لبدايه تنميه سيناء. ال 10 دول وصلوا 700 مليار النهارده، اتصرف منهم بالفعل 610 مليار كما ذكر السيد رئيس الوزراء في حكايه وسط منذ يعني اول امس يعني تحديدا في بيانه اللي أجنبيه أمام الرأي العام العالمي للشعب المصري كله، اللي بقى متوقع قليل، لكن اتعمل ايه بقى؟ عمل 250 كيلو متر طرق، اتعمل سبع مدن جديده في اطار توطين من 3-8 مليون مواطن، مش ببساطه، مجموعه الخدمات والاربع مناطق صناعيه والنص مليون فدان ومجموعه الوحدات الصحيه العلاجيه، اضافه الى كثير من المشروعات الحيويه، 22 محطه ميه مختلفه القدرات، اضافه الى محطات الكهرباء، المدارس اللي اتعملت، المعاهد الازهريه اللي اتعملت، جامعات عندي خمس جامعات في سينا، سينا اللي فيها خمس جامعات يا فندم، اللي كانت بالجهاد يعني مدرسه ابتدائي او اعدادي، النهارده فيها خمس جامعات كامله، جامعات اهليه صحيح او جامعات حكوميه او جامعات خاصه، الدلاله على او شاهد في ذلك هو ان الحياه رجعت لطبيعتها تاتي في سينا صحيح سيد اللواء، ودي نتيجه التنميه المستدامه في اطار مكافحه الارهاب ومكافحه الفكر المضلل والتطرف اللي كان زي ما بيحاولوا ينعشوا في عظام سيناء ويحاولوا يجاوبوا الدوله المصريه في بقعه قصيره ما استطاع الجيش المصري وعزيمه المصريين دحر هذا الارهاب. سياده اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العليا للدراسات وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، اشكرك جزيل الشكر سياده اللواء وكل عام وحضرتك بألف خير.